السلام عليكم. قبل ما ابدا اتكلم عن الفيلم في اي شيء، السبب اللي خليني اراجع الفيلم هذا انه استفزني جدا. نادر الافلام او المسلسلات اللي تستفزني بالطريقه دي. عارف ايش يعني يستفزني؟ يعني ينتهي الفيلم وانا اقول ايش ده، انا اتفرجت على ايه الان، ضيعت وقتي في ايه بالضبط. وما بقول الكلام ده لانه الفيلم كان بايخ او كان سيء، لانه فعلا الفيلم انتهى وانا ماني فاهم اي شيء. وهذا تقريبا اللي صار معايا فيلم مذر السنه اللي فاتت. عشان كده هذه المراجعة حتكون مراجعة أكثر فيلم مستفز سنة 2018. المراجعة حتكون من جزئين، الجزء الأول حيكون مراجعة عامة من غير حرق مع التقييم، الجزء الثاني حيكون فيه حرق وتوضيح، إنه صدقني الفيلم هذا يحتاج توضيح وبقوة كمان. وكالعادة لما أوصل للمنطقة اللي حأتكلم فيها أو أوضح فيها النقاط وحأحرق فيها الأحداث حأقول. Dad, I don't like this. What's happening? Tina! Don't you ever raise your voice at me. I am your mother. Please, Mom, what's happening? Make it stop! Make it stop! في البداية حاب أوضح إن الفيلم هذا موجه بشكل كبير لعشاق أفلام الرعب. رعب مو معناها الأشياء الزومبي والأشياء الغبية بالطريقة هذه، لا، رعب لأنه في أشياء تخوف فعلا في القصة. هذا الفيلم من إخراج المخرج آري أستر، وتقريبا ما له أي حاجة معروفة. وصراحة لما الفيلم يعمل ضجة ولو بسيطة والمخرج ما يكون له أي عمل معروف، هذه حاجة تثير الفضول جدا. الفيلم من بطولة الممثلة توني كوليت. هذه الممثلة ما لها أفلام كثير وما هي معروفة بشكل كبير، لكن الأدوار اللي قامت فيها في الأفلام القليلة جميلة جدا. من أهم الأدوار اللي شفتها لها فيلم الحاسة السادسة وفيلم ليتل مس سانشاين. القصة ببساطة عن عائلة مفككة عايشة تقريبا في بيت منعزل عن العالم، وتقريبا كل فرد من أفراد العائلة هذه غريب الأطوار بشكل معين. لكن أول ما نبدأ نتعرف على العيلة نلاقي أنه عندهم حدث مهم صاير، وأنه جدتهم توفت، والجدة هذه كان لها علاقة مختلفة مع كل فرد من أفراد العيلة. غير أن العيلة دي أصلا لها تاريخ طويل مع الأحداث، كل فرد تقريبا من أفراد العيلة صار له حدث غريب ومحزن نوعا ما، ومع الوقت حتبان معانا هذه الأحداث وتطلع كمان أسرار غامضة ومظلمة. نمسك في البداية جوانب القوة في الفيلم. التمثيل في الفيلم هذا رهيب، رهيب جدا كمان، خصوصا دور الأم. الممثلة توني كوليت قدمت أداء مبهر جدا في الفيلم، قدمت دور الأم اللي بتعاني بشكل جميل، خصوصا آلام الفقد، ونشوفها في أحد المشاهد بتتكلم مع أحد أطفالها على سفرة العشاء. الكلام كان جميل من القلب، حقيقي جدا. قدمت ملامح الغضب مع ملامح الخوف بتوازن جميل جدا، نادرا ما نلاقي احد يقدر يقدم التوازن هذا في الافلام، خصوصا لو كان فيلم رعب. ولولا انه فيلم رعب كان قلت انها حتترشح للاوسكار، لكن بكل تاكيد قدمت واحد من اجمل الادوار في 2018 للان. التمثيل ككل كان جميل. لو اخذنا كمان مثال اخر حنشوف البنت الصغيره تشارلي. البنت دي اختيارها من البدايه كان صائب، بدايه من الناحيه الشكليه غير الاداء اللي سوته البنت الصغيره. قدمت لنا أداء البنت الصغيرة غريبة الأطوار المنطوية على نفسها اللي أنت بتتفرج عليها تقريبا بتخاف منها. عامل القوة الثاني كان الموسيقى والخلفيات الصوتية. الموسيقى والخلفيات الصوتية في الفيلم هذا كانت جميلة، تقشعر، خصوصا الاختلاف. هتلاقي إنه في فرق في الأصوات ما بين الليل والنهار، ما بين النور والظلام. لكن للأسف الحلو ما يكمل، العيب الأساسي في الفيلم هو القصة. وعلى الرغم من القصة جميلة وتشد أعصابك من البداية، لكن للأسف الفيلم حينتهي وما في شيء حيكون واضح. غالبا المشاهد العادي حيخلص على الفيلم وهو مفاهم ولا شيء. إيش صار أساسا؟ ليه بيسووا كده؟ ليه انتهى الفيلم على ده الأساس؟ ما حد فاهم. عشان كده في هذه المراجعة في الجزء الثاني من الحلقة حيكون في توضيح كامل للأحداث. التمثيل في الفيلم كان رائع، الأصوات كانت جميلة، الإخراج بشكل عام كان ممتع، لكن القصة مو واضحة، عشان كده ما أقدر أدي الفيلم أكثر من 6/10. لكن على الرغم من التقييم أنا أبغى الكل يتفرج على الفيلم عشان يوصل لنفس النتيجة ويشوف قد إيش القصة ما كانت واضحة. وهنا نوصل لمقطع حرق الأحداث وتوضيح القصة. لو ما شفت الفيلم وقف هنا وارجع بعدين. طيب نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان نطرد كل الجن والعفاريت. نعم، الفيلم ده بيتكلم عن عفريت أو بالأصح شيطان. هذا الشيطان مو معروف عندنا في ثقافتنا أو في الديانة الإسلامية، هو الشيطان بيمن. الشيطان بيمن هو ملك الجحيم، وهو شيطان ذو معرفة ومحب كمان للفنون. له جماعات كثيرة منتشرة حولين العالم يؤمنوا فيه، يضحوا عشانه ويعبدوه كمان. لو عندك فضول تتعرف عليه أعمل سيرش عن بيمن.
وحتتفاجأ زي كيف انه في ناس في العالم هذا اليوم بيعبدوا شياطين. طيب ايش علاقة بيمن بالفيلم؟ الفيلم في البداية بيتكلم عن التضحية لبيمن وعن طريقة استرداد بيمن للحياة، انه يتلبس احد الاشخاص. وعشان بيمن هو شيطان المعرفة وشيطان الفن، الفيلم ده بيرمز بشكليات كبيرة جدا للفن والمعرفة. الفيلم بيتطرق للفن عن طريق الأم آني، كيف انه هي اصلا فنانة في عمل المجسمات الصغيرة، كانت هواية وصارت بعدين مصدر دخل. وفي نفس الوقت البنت الصغيرة اللي اسمها تشارلي كيف تجمع اشياء عشوائية وتعمل منها اشكال غريبة. وحنشوف كمان في فيلم كيف انه الجدة كانت قائدة وزعيمة لجماعة متدينة، والجماعة المتدينة هذه كلها تعبد بايمن. وخطة الجدة من البداية انها تجيب رجل وتخلي بايمن يتلبس الرجل هذا، والشرط من شروط التلبس انه يكون رجل، ونوعا ما كمان انه يكون من سلالة الجدة، نوعا ما انه الدم اللي عندهم دم شريف او دم نقي. هتشوف كمان كيف انه الام بعد ما تموت الجدة تروح لجماعة من الجماعات هذه اللي فضفضوا، ولما تفضفض للجماعة تقول لهم كيف انه العيلة حقتهم كانت غريبة الاطوار جدا، وكيف كان عندها اخ مات، وكيف ان الاخ هذا مات او انتحر، وساب رسالة بيقول انه امه او الجدة هي السبب انه انتحر. فالشي هذا يدل انه الجدة كانت ممكن تبقى تضحي بولدها وتخلي بايمن يتلبس الجسد حقه، لكن لانه انتحر ما قدرت تستغل الجسد. وفي نفس الوقت نشوف انه الام آني لما خلفت ولدها الاول اللي كان ذكر كانت مبعدة كل البعد عن امها وعن الجدة، ونشوف انه الجدة ما قدرت تتقرب غير من البنت الصغيرة من تشارلي. ونشوف في نفس الوقت كيف انه تشارلي بتحكي وبتقول انه جدتها كانت دائما تقول لها يا ريتك كنت ولد. شيء ثاني مهم جدا في الفيلم اللي هو قطع الرؤوس، واول مشهد نشوف فيه قطع الرؤوس هو البنت الصغيره تشارلي لما تاخذ احد الطيور اللي ضرب احد النوافذ وتقطع راسه. فايش معنى قطع الرؤوس في الفيلم؟ قطع الرؤوس هو طريقه التضحيه اللي بيصير فيها البايمن، لانه ملك المعرفه ولانه الراس فيه العقل، فهنا التضحيه بالراس هي تضحيه بالمعرفه لبايمن. فالشي ده يخلينا نشك في كيف ماتت البنت الصغيرة تشارلي. صح انها ماتت عن طريق حادث لكن راسها انقطع، الشي ده يخلينا نشك انه الموتة هذه كانت مدبرة، لكن لانه تشارلي بنت التضحية ما اكتملت. صح انه هي على تربية الجدة لكن ما يقدر يكمل التضحية لانه يحتاج لجسد رجل. وهنا يجي دور بيتر، وبعد احداث طويلة في الفيلم حنشوف انه بيتر يرمي نفسه من الشباك، وبعد ما يطيح ويموت روحه تغادر الجسد وتخش روح تشارلي داخل جسد بيتر. الفيلم دائما خلية والله العظيم نجنن دماغي. وفي الأخير بعد ما تدخل روح تشارلي جوا جسد الرجل اللي هو بيتر تكتمل التضحية بالكامل، لما يطلع بيتر للبيت هذا اللي فوق ويلاقيهم كلهم الأشخاص دول العراية وتكتمل الأضحية في الآخر. فيلم مستفز، يعني إيش استفيد من بايمن ولا القصة هذه كلها ولا كل العلامات والرموز؟ ليش الناس تحب النوعية دي من الأفلام؟ أنا ما عندي أي علم. أكيد في تفاصيل أكثر للقصة، أكيد في تفاصيل أكثر للأحداث، لكن هذه هي الفكرة بشكل عام. بعد 2017 فيلم مذر جان الفيلم هذا في 2018، والفيلمين مستفزين بالنسبة لي. يريد تشاركني في التعليقات شفت الفيلم وفهمت القصة من أول مرة أو لا؟ بعد ما فهمت القصة هل القصة تستاهل فيلم أو لا؟ كان معاكم ماهر موصلش، بكم إن شاء الله فيلم إن شاء الله ما يكون مستفز الحلقة الجاية.